تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بخصوص الطيران التجاري من وإلى الكويت، قامت الإدارة العامة للطيران المدني بتطبيق آخر هذه القرارات بتسيير رحلات طيران مباشرة مع المملكة المتحدة. أصدر مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي قرار بالسماح لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بتسيير رحلات جوية مباشرة من دولة الكويت إلى المملكة المتحدة، خصوصا بعد انقطاع الرحلات المباشرة بين الكويت وبين المملكة المتحدة من 24 ديسمبر الماضي. فبعد استقرار الأوضاع الصحية في المملكة المتحدة، رأت السلطات الصحية بعودة هذه الرحلات، وتم رفع توصية لمجلس الوزراء الذي بدوره وافق على هذه التوصية وأصدر قرار بتكليف الإدارة العامة للطيران المدني بإصدار تعميم لكل شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين الكويت والمملكة المتحدة بواقع رحلة أسبوعيا. وبدورنا في الإدارة العامة للطيران المدني أصدرنا التعميم، والإدارة العامة للطيران المدني مستعدة لانطلاق أول رحلة بإذن الله يوم الخميس المقبل مباشرة من الكويت إلى المملكة المتحدة. هذا القرار الذي أصدر من مجلس الوزراء لرحلات الطيران للمملكة المتحدة، وذلك بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا لكل شركة من شركات الطيران المرخص لها. ما زال مطار الكويت الدولي والإدارة العامة للطيران المدني تطبق قرار مجلس الوزراء بدخول الركاب الكويتيين فقط والحالات المستثناة من الركاب غير الكويتيين من 7 فبراير الماضي، وخصوصا بعد تزايد عدد الإصابات في دولة الكويت وتزايد عدد الوفيات في دولة الكويت، تم رفع توصية بحظر الدخول غير الكويتيين لمطار الكويت الدولي. ومطار الكويت الدولي مثل كل مطارات العالم اليوم يتم حظر دخول غير المواطنين إلى هذه الدول، وبالتالي مطار الكويت الدولي تم تطبيق هذا القرار، وما زال منع الركاب غير الكويتيين ساريا لإشعار آخر. ونأمل بإذن الله خلال المرحلة المقبلة أن تعود حركة الطيران في مطار الكويت الدولي كما كانت قبل كورونا. الإدارة العامة للطيران المدني تسير بخطى ثابتة في تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص الطيران التجاري، وتصبو أيضا إلى تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة في البلاد. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.